مرام، وقرر مراد انه ياخدها للبيت ويطلع العربية. انت كويسة؟ الحمد لله، انا الضغط كان شديد معرفتش اتحمل، بس انا كويسة ما تقلقش. يعني وانا رايح اخطب تتعبي؟ انتحر ولا ولع في نفسي ولا ولع فيكم ولا ولع في البيت ام عيون البحر دي؟ انت عايز تولع في حد وخلاص؟ اعمل ايه قوليلي؟ وبعدين ما انت اللي حلوه ومدوره وبت قشطه وبتتعاكسي والشباب بيتلم عليكي. طب بتعاكسني حضرتك؟ امال يا جميل انت. خلاص بقى انزل هات لي حاجه اشربها عشان حاسه اني دايخه. استغلال ده؟ اي نعم. ما عنديش انا الكلام ده، مش جايب حاجه. براحتك، هقول لهم في البيت اني تعبانه ومش هتروح تخطب فرح. انت بتحب العصير مانجا ولا بالفراوله؟ للدرجه دي؟ روح هات اي حاجه. نزل مراد وكلمت فرح. انت فين يا جزمه قديمه؟ مش قلتلك ما تتحركيش؟ انت بتفهميش يا بت؟ اهدي يا فرح، حصل حاجات كتير وانت في الحمام، وحصل ضرب وخناق. ايه اللي حصل؟ وبعدين انت فين؟ تعالي انا في عربيه مراد بره الكليه. يعني اخوكي معاكي؟ خلاص مش جايه يا بنتي، ده نزل اللي يجيب لي حاجه، تعالي قبل ما يجي. حاضر جاي. انا قلت اخر قهواجي. وراحت فرح ناحيه بوابه الكليه، ومراد كان رايح لسنتر الكليه. كانت بتبص للارض ومراد كان بيصفر، وفجاه وقع عينه عليها، وقفت مكانها. انت تاني؟ انا مش هخلص بقى، انا ربنا بيحبني اقسم بالله. عاديني لو سمحت، ويا ريت تحترم نفسك شويه. عيب على فكره تكلمي جوزك المستقبلي بالطريقه دي. استغربت فرح، ايه الجراءه دي؟ عارف اني حلو بس مش لدرجه انك تسرحي فيا. اتقي الله يا اخي، ترضى حد يكلم اختك كده؟ حسبي الله بجد. وقامت زقاب الكتب. هو ادرك غلطه وحس ان هو فعلا تجاوز حدوده. ده لما شاف حد بيضايق اخته ما تحملش، استغفر ربنا على ذنبه وراح عشان يجيب حاجه لاخته. راحت فرح لمرام. هو انا كل ما اشوفك تنفخي في وشي؟ اسكتي بقى وسيبيني في حالي. استغفر الله العظيم، كده العريس هيطفش من غير ما تعملي حاجه. يخرب بيت العرسان على العرايس، على اللي عايزين يتجوزوا. استهدي بالله، صحيح مش احنا رايحين نخطب لمراد النهارده؟ ليه كده؟ مش قلتي هتتجوزي ليا؟ بتبيعني يا عصام؟ انا مش هسامحك. معلش بقى، كل حاجه اسمه ونصيب. المهم امشي بقى قبل ما مراد يجي، وابقى احكي لك على اللي حصل. ماشي، بس لما يخطب هشوفه ونخلص من اللغز الغريب ده. حاضر، بس خطيبته هتغير عليه قوي انا متاكده. ماشي يا اختي، ركزي في العريس وقولي لي الاخبار. ربنا يسهل. صحيح، ابقى عرفيني هتروحي الرحله ولا لا. انت عارفه رحلات دكتور عمرو حجزها بيخلص بسرعه. هشوف، ادعي لي بقى ان هما يوافقوا يا رب. يلا سلام. مشيت فرح ورجع مراد بعدها بدقايق. مراد حبيبي، عايزه ايه هاتي من الاخر؟ من الاخر في رحله لشرم 5 ايام، دكتور عمرو المسؤول عنها، وانا عايزه اطلعها وعايزاك تقنعهم في البيت، وخصوصا ابي ادم، وبعدين ده مسموح بمرافق. الله الله، هتطلعي عافيه يعني؟ لا بس هو حرام اطلع رحله، يعني انا بقالي 3 سنين ما روحتش وكل البنات بتطلع، اشمعنى انا؟ عندنا ما ينفعش. وش معنى فرح تطلع وانا لا؟ هي فرح طالعه؟ لو انا رحت هتطلع. يبقى هتروحي انت واخوكي. بجد يا مراد؟ بصي، لو الخطوبه تمت وصاحبتك وافقت هنروح، وده وعد شرف. هخليها توافق بالعافيه. في مكان مهجور كان في راجل قاعد على كرسي مدي ظهره للرجاله. يعني المهمتين باظوا، لا قتلتوا البت ولا اخوها، وراجعين قفاكوا يقمر عيش. يا فندم احنا ضربناه لما عدمناه العافيه، بس قرايبه اللي جم دول هم اللي منعونا. لف بالكرسي وكان توفيق الكيلاني. 3 رجاله يوقفوا 15 راجل عن مهمتهم؟ ليه يا اخويا؟ خارقين ولا بيتحولوا؟ يا باشا احنا ضربناه على دماغه 3 خبطات، دول ان شاء الله هيجيبوا اجل ونسمع خبره. ولو ما ماتش هنعمل ايه يا فالح؟ في حد اتقبض عليه؟ اه يا باشا. حلوة قوي، دلوقتي مطلوب منكم تجيبولي واحدة جامدة بس كبيرة في السن شوية. خير يا باشا؟ ابني ضنايا دخل السجن وهطمن عليه. قلب الام بقى. وصلت يارا المستشفى، شفت حازم. طمني يا حازم، نادى كويسة؟ والكابتن عامل ايه؟ جاسر الدكتور لسه ما خرجش من عنده، ونادى واخدة مهدئ ونايمة. حبيبتي ربنا يقومها بالسلامة. بس انت شكلك تعبان، فين ادم؟
تعالي هما جوه قدام اوضه العمليات. راحت يارا معاه، شافت وش طارق مليان كدمات. ادم كان في نهايه الممر ووشه عليه ملامح الغضب، فتح عينه بصلها، عينه كانت مليانه الم وغضب بحجم الدنيا. ان شاء الله هيبقى كويس، بصلها ادم وما ردش عليها. في اللحظه دي خرج الدكتور. خير يا دكتور؟ للاسف الخبطات مش سهله، ده غير ان عنده شرخ في رجله اليمين وكسر في دراعه اليمين، ده غير الكدمات اللي ماليه جسمه. يعني افهمي هو فاق ولا لا، وهيبقى كويس ولا ايه؟ هو فاق، بس لازم نعمل اشعه على دماغه لان واضح ان الخبطات مش هينه ابدا، وقتها هنتاكد. وبالفعل خرج جاسر على الترولي. بص لطارق. ندى عامله ايه؟ ندى كويسه، ما تقلقش عليها، شد حيلك وقوم علشان تطمن عليها بنفسك. خد بالك منها يا طارق، لو جرى لي حاجه ندى ضعيفه قوي وهتحتاج لكوا جنبها. ايه يا عم الكلام ده، بطل دلع، جرى ايه يا سياده الرائد؟ ما كنتش اعرف انك ضعيف كده. مريم عرفت حاجه، لو خرجت معاها من غير ما اعرف هموتك. قال له حازم، ده انا هستفرد بيها. خد الممرض وراحوا لغرفه الاشعه. في الوقت ده فاقت ندى وكانت يارا جنبها. جاسر فين؟ هاتي يا حبيبتي جاسر كويس، والله ما تخافيش، انت حلفتي بالله هو كويس صح؟ صدقيني يا ستي كويس وفاق، بس الدكتور اخده على غرفه الاشعه عشان يتاكد ان ما فيش اصابه خطيره في دماغه. كان بيموت قدامي يا يارا وما عرفتش اعمل له حاجه، كنت واقفه بتفرج، بس لو جرى له حاجه انا هموت يا يارا. ان شاء الله هيبقى كويس، ما تخافيش، عايزه اشوفه. لما يخرج هينقلوه اوضه عاديه، وبيا ستي اقعدي معاه براحتك. لا انا عايزه اروح له دلوقتي. يا حبيبتي اهدي، هتروحي فين بس؟ دق ادم الباب ودخل. جاسر اتنقل للاوضه اللي جنبك، لو عايزه تيجي تطمني عليه تعالي. قامت ندى بسرعه وراحت يارا لادم. وشك متشلفت، كل مره هتخرج هترجع مبهدل نفسك كده؟ خايفه عليا ولا حاجه؟ واخاف عليك ايه؟ واخاف عليك ليه؟ انت تقرب لي حاجه لا سمح الله؟ حضنها ادم، ربنا يخليك ليا. حطت يارا ايديها على بطنها. اه مالك في ايه؟ مفيش، بس بطني بتوجعني شويه. تعالي نكشف ونطمن، وبعدين دي اول مره ولا وجعتك قبل كده؟ يا حبيبي انا كويسه، هتلاقي بس عشان اكلت كتير، ما تقلقش. بس ادم انا والله كويسه، ما تخافش، لو في حاجه هقولك. يارا نروح لهم. مسك ادم ايديها وراحوا ناحيه الاوضه. يارا كانت بتفكر، مالك بقى، دي مش اول مره وبعدها لك يا يارا، بس انا اكيد مش هقلقوا عليا، كفايه قوي قلقوا على ندى، كفايه قوي قلقوا على ندى وجوزها، هو مش ناقص. واول ما شافته ندى دموعها نزلت. كان طارق بيعدل المسند علشان يسند عليه، سندها جاسر على صدره. كنت بموت، انا ما اقدرش اعيش من غيرك، والله ما اقدرش استغنى عنك، كنت بموت بالبطيء يا جاسر. اهدي اهدي، انا بقيت تمام، جوزك جامد، ما تخافيش. قرب من ودانها ووطى صوته، انا ربنا بيعاقبني عشان فكرت اعمل فيكي حاجات قليله الادب. ضحكت ندى، حبيبتي الجميله مش عايزه اشوفها بتعيط تاني. يعني لازم تتعب علشان تسمعني كلام حلو؟ يعني اقول كلام حلو ومش عاجب؟ ما اقولش برضو مش عاجب. افضل جنبي، انا مش عايزه غير كده. انا جنبك يا حبيبتي ومش هسيبك ابدا، وبعد لسه في حاجات مهمه لازم اشرحها لك. حاجات ايه؟ لما نتجوز هقولك عن قريب ان شاء الله. دخل ادم ويارا. الحمد لله على السلامه يا كابتن. الله يسلمك يا دكتوره. بص لحازم، ايه مريم فين دلوقتي؟ في البيت مع العيله. طب بص بقى، عايزك تجهز حفلة بكرة علشان هتبقى فرحك انت ومريم. اتصدم الجميع. عارف انكم مستغربين، بس انا هبقى في الشغل ومريم هتبقى لوحدها في البيت، وانا مش هسمح بكده ابدا. انت هتاخدها بيتك يا حازم، وهي اصلا مراتك على سنة الله ورسوله، وكان في وليمة واشهار، يعني هي مراتك رسمي. بس عشان تفرح هنعمل حفلة وفستان بقى وكده، وتبقى جنبك وسط العيلة عشان ابقى مطمن عليها. انا ما عنديش مشكله، بس هي هتوافق؟ خصوصا لما تعرف حالتك. وبعدين هي هترضى تسيبك وتيجي معايا وانت تعبان كده؟ لازم تفضل جنبك عشان تهتم بيك. انا هعرف اتصرف يا حازم، المهم اطمن على مريم. قالت له ندى، وبعدين انت مين قالك انه هيبقى لوحده؟ ومراته راحت فين؟ يا ريت يا باشمهندس تعمل حسابنا ان فرحنا انا وجاسر معاكم، ومن النهارده هروح معاه عشان اخد بالي منه. لا يا ندى، احنا مش هنتجوز الا لما اعرف مين اللي عمل كده واقبض عليه. وانا مش هبعد مريم وسيبك انت لوحدك.
وانا لو انطبقت السماء على الارض مش هسيبك لوحدك يا جاسر، وان شاء الله يكون فيها مورتي. يا ندى بطلي عناد، انا هقول لكم على حل. ايه هو؟